وللمزيد حول تنامي قوة الميليشيات الموالية لإيران في العراق وتهديدها المصالح الأمريكية، توقعات الرد الأمريكي عليها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. يرى المراقبون أن مخاوف أمريكا مشروعة من استخدام الميليشيات التابعة لإيران في العراق مسيرات ملغمة في هجماتها على المصالح الأمريكية، ما توقعاتك لرد الفعل الأمريكي تجاه هذه المخاوف؟ يعني مثل ما تعودنا سيكون الرد الأمريكي عبارة عن يعني أعمال مبضعية للانتقام وردع الآخرين باستمرار بطموحاتهم بممارسة الاعتداءات على القوات الأمريكية ومصالحها في العراق، ولا يتعدى أكثر من هذا حتى ينتظرون نهاية عودة إيران للاتفاق النووي ويقررون مصير الميليشيات الموجودة في العراق وخارج العراق. هذا هو المتوقع. نعم. وحتى إذا بعد الاتفاق النووي وإذا فعلا عيدت إيران للاتفاق النووي، لا أظن أنه الأمريكان عندهم خطة لمعالجة موضوع الميليشيات، وكنا نعرف أنه هم اللي باركوا إن لم يكن متورطون بموضوع قانون الحشد الشعبي، هم باركوا من أيام الصحوات وإلى يومنا هذا اللي ينفذون جندياتهم بالعراق المتعلقة بحماية المنظومة الحكومية سواء كانت فاسدة مجرمة لا يعنيهم، المهم تقاتل داعش و تحقق بعض الاستقرار الذي يسمح للعراق ان يصدر نفطه. هذا هو الواقع هنا في واشنطن بالتعاون مع الميليشيات. التحول النوعي دكتور في امكانيات الميليشيات في العراق المواليه لايران، كيف يمكن ان يؤثر على واقع صراع النفوذ بين امريكا وايران داخل العراق؟ يعني هذا التحول الخاص بالميليشيات فعال ومنتج بدليل انه الايرانيين وضعهم اقوى وهم ارغموا الامريكان على التوسل حتى يعيدوهم للاتفاق. فهذا هو الوضع الميليشيات وفعاليتها كذراع لايران لتنفيذ اجنداتها بالعراق وخارج العراق. نعم، هذا هو الواقع. الفارق بين موقف ايران وامريكا بان الاولى تدخل الصراع باذرعها فيما يستهدف الجنود الأمريكيين، يستهدف الجنود الأمريكيون مباشرة من خلال الميليشيات، إلى أي مدى ترى أن موقف الرئيس الأمريكي بايدن سيتغير تجاه إيران؟ لن يتغير موقف الرئيس الأمريكي بايدن من هذا الموضوع. الحقيقة يعني منذ أيام أوباما وهو كان يدير ملف السياسة الخارجية وأعلنوا بطولتهم بأنهم حققوا اتفاق مع إيران بدون أن يطلقوا طلقة واحدة، نفس الشيء حتى ترامب اعلن انه استطاع ان يضع في ايران بدون ان يدخل معها بحرب. وهذه المنافسه بين الحزبين والحكومه الامريكيه ستستمر لانها غير معنيه وغير مشتهيه الى اي حرب اخرى، الا اذا دخلت ايران في معركه في الصراع الاسرائيلي العربي، الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، دخلت ايران في معركه واضحه، وهنا أمريكا بالمطلق يمكن أن تدخل هذه المعركة وتستهدف النظام الإيراني. هذا هو الحال. نعم. في ظل مطالبات بعض نواب الكونغرس بكبح جماح إيران، إلى أي مدى تتوقع مواجهة ما بين أمريكا وإيران أو استجابة أمريكية من مؤسسة الرئاسة الأمريكية لهذه المطالب؟ لا، هذه المطالب يعني بين حين وآخر يعني تطلق، ولكنها يعني بحدود الإعلام والضغط ولن تنفذ على أرض الواقع على أساس أنها حرب وعمليات حربية ضد إيران واستهداف إيران مباشرة، لن يكون هذا يعني قريب يعني بالقليلة. نعم. ربما بالمستقبل مثل ما وضحت أنه إذا دخلت إيران الصراع مع إسرائيل ربما تختلف الأمور. نعم، شكرا لك الأستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا من واشنطن.